اللاعب الرياضي العالمي أحمد طارق سليم الملقب بتيخا، بعد أن أصبح بطلا رياضيا هو أيضا طالب بجامعة الشارقة، تدفعه رغبته في نقل تجربته مع السمنة لكل من يعاني منها قائلا: حاجتنا لتدوير تجاربنا دفعتني بقوة أن أقول للقراء بأنه بالعزيمة والإرادة يمكن أن نقضي على السمنة، وأردت أن أثبت بأيدينا أن نصنع المستحيل ونحطم العوائق التي تمنعنا من تغيير حياتنا، وأجد أنه طالما هناك عزيمة وإرادة فلا للمستحيل. وكان أحمد طارق سليم قد خسر من وزنه مؤخرا 65 كيلوغراما خلال 11 شهرا، وتحول من أسمن طالب في الجامعة إلى لاعب رياضي رشيق، وقد تحول وزنه من 156 كيلوغراما إلى 83 كيلوغرام. وبهذه المناسبة قال: إن السمنة هي أساس كل المشاكل الصحية وسبب أكثر الأمراض وخصوصا المميتة منها، ومن الضروري اتباع أساليب حديثة للتخلص من الوزن الزائد كالرياضة وتخفيف كمية الطعام وتحويل الطاقة السلبية داخلنا إلى طاقة إيجابية تفيد من حوله. طبعا أنا الرياضة بالنسبة لي شيء مهم جدا جدا، لأن أنا يعني دي من الحاجات اللي فعلا ساعدتني جدا أن أنا أقدر أنزل وزن، ودايما أنا بنصح يعني أي حد بيحب أي رياضة معينة يلعبها. وقد أصبحت بعض الجامعات والمؤسسات العالمية تعرض في الوقت الحالي تجربته بعد أن ضرب مثالا عالميا بالعزيمة والإرادة في عمليات تخسيس وزنه واستعادة لياقته، وقد تلقى 100 دعوة من جامعات مختلفة لإلقاء محاضرات حول استعادة لياقته، كان آخرها جامعة ويست فيرجينيا. وقد أسهم فقدان اللاعب أحمد طارق لوزنه في تدعيم موهبته في كرة السلة وجعله محطة انتظار الجميع، وبخاصة برنامج تيدكس العالمي الذي يهتم بالتجارب الحياتية الفريدة من نوعها. واستطاع أحمد الملقب بتيخة الحصول على 13 بطولة مع منتخب جامعة الشارقة، ومن أهمها الفوز مؤخرا ببطولة الجامعات على مستوى الدولة، واستخلص اسم تيخة من اللقب الذي كانت تناديه به أسرته وهو بطيخة عندما كان صغيرا. نصيحة أنا بنصحها لكل الناس: عمرك ما هتبقى مبدع في حاجة، ولا عمرك هتبقى مبدع في الرياضة، ولا عمرك هتقدر تعمل حاجة غير ما تحب اللي انت بتعمله.